السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا إخواني أخواتي في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. اليوم سيكون الشرح بسيط عن طريقة الربح من مواقع أفيليات للمبتدئين إخواني، سواء تملك حساب كليك بانك أو ديجي ستور أو أي موقع أفيليات، لا يهم، المهم طريقة الترويج والترافيك الذي سأقدمه لك، ترافيك خرافي لم يشرح من قبل في المستوى العربي. أيضا إخواني، للأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات كليك بانك واريور بلاس ديجي ستور أي حسابات أفيليات ويريدون الترويج لمنتج مثلا خاص بإنقاص الوزن ولم يتم قبوله، فقد توجد طريقة، سأترك لك هذه المقالة هنا، أفضل ويت لوس أفيليات بروجرام، يعني هذه المواقع أو هذه الشركات من أصدق شركات يتم القبول فيها مباشرة، تستطيع الترويج لها. وهنا تجد بعض المعلومات على كل منتج، مثلا هنا شاهد هذا المنتج رقم واحد، تأخذ 16% كأرباح على كل مبيع، عفوا 30 كوميشن كأرباح، وأيضا لايف تايم كوكي، يعني فقط شرحته من قبل، كوكي يعني مباشرة عندما يقوم الشخص بأخذ الرابط الأفيليات الخاص بك سيعود بعد شهر أو شهرين أو عام ويدخل إلى المنتج، ستأخذ أنت الأرباح. وهنا مصنف يعمل منذ 10 سنوات، يعني سأترك لك كل هذه المواقع الصادقة لمن يريد الاشتراك فيها. فقط مثلا هذا الموقع، تضغط على أب نيو لينك، هنا في التسجيل كما تشاهدون، وستبدأ بالعمل بعد ملء البيانات خاصة بك، مباشرة تفعيل الإيميل الخاص بك، هنا تسجيل وتضع الباي بال، يدفع هنا باي بال إخواني، ثم تضغط على كرييت أكونت، ومباشرة بعد تفعيل تستطيع الضغط على لوجن، وأنت تسجلت في هذه المنتجات وتحصل على أرباح وتبدأ في الترويج. بما أني أمتلك حساب ديجي ستور إخواني، أنا اليوم سأشرح على ديجي ستور يدفع لي للباي بال، ولا يهم المنتج الذي اختاره حسب المجال الذي تعمل عليه. يوجد كثير اخواني من المنتجات التي تستطيع الترويج لها، لا اقول لك فقط انقاص الوزن، تستطيع الترويج لي مثلا ربح المال لمنتجات مثلا مثل امازون، كما تشاهدون امازون افيليات، هنا تجد منتجات تنضم الى امازون وتقوم بالترويج، الكثير من المواقع. قبل بداية الشرح إخواني، أرجو الاشتراك في القناة الخاصة بنا، أيضا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وأيضا دعمنا بالضغط على زر لايك إخواني، يجب عليكم الضغط على زر لايك، لماذا؟ لكي ينتشر الفيديو ويستفيد أكبر عدد ممكن. هنا عد إلى القناة الخاصة بنا، ستجد الفيديوهات استراتيجيات خرافية بالتفصيل لربح الإنترنت، ودائما إخواني أنا أقدم استراتيجية خطوة بخطوة وبدون رأس مال. لا أشرح الطرق المدفوعة، لماذا؟ لكي يجمع المبتدئين رأس المال ويبدأون في العمل كمحترفين فيما بعد. كما قلنا إخواني، نتوجه إلى موقع ديجي ستور، هنا هذا الموقع تسجيل، طريقة تسجيل فيه الضغط على ريجستر، مباشرة بعد الدخول إلى الحساب تدخل على الماركت بلاس. شاهد أخي، هنا الكثير من المجالات أو النيش الذي تستطيع الترويج له أو المنتجات، هنا أي شيء تريد الترويج له ستجده في هذا الجانب، كما تشاهدون software, social media service, fitness and health, food, drink, games، أي شيء ستجده من هنا. مثلا تريد فتح fitness and health، ستجد الكثير من المنتجات، مثلا 42 منتج، تستطيع الترويج لأي منتج من هذه المنتجات، وأيضا نزول إلى الأسفل، هنا ستجد صفحة أخرى كما تشاهد، الصفحة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، أنت اختار أي منتج. أنا أخي سأختار المنتج الأول، وأيضا سأتحصل على 139.34 كأرباح بنسبة 85% كوميشن، وأيضا نسبة الكونفرشن كما تشاهد التحويل محتل المرتبة الأولى، يعني من المنتجات أقوى منتجات إنقاص الوزن. بعد أخذ الرابط من هنا إخواني، أنت ستجد الروابط كما تشاهدون هنا، مثلا تريد الترويج لهذا الرابط تضغط على بروموت، مباشرة كما تشاهدون أنا لم أسجل الدخول إلى الحساب،
فقط تقوم بالدخول إلى الحساب ماركت بليس وتختار البرودكت الذي تريد. أتوجه إلى الصفحة الثانية لأريكم فقط. هنا مثل هذا الرابط، شاهد أرباح الكريبتو كورنسي. هنا توجد العديد من المجالات. هنا شاهد الجرافيتي قوي جدا والكونفرشن 35%، كل شخص تقوم بجلبه ستحصل على 422.85 دولار. تضغط على بروموت، تقوم بنسخ الرابط وتبدأ في الترويج. بعد أخذ الرابط إخواني، أول شيء سنحتاج صفحة هبوط صغيرة. لماذا أخي؟ الموقع الذي سنشرحه في الترافيك لن تجد مشاكل مع الروابط في هذا الموقع، ولكن أخي أنا أنصحك بتقليل وضع الروابط أو تغليف الروابط، بمفهوم تغليف الروابط بصفحات هبوط. يعني سنستعين بهذا الموقع لينك تي ار او. كما تشاهدون هذا الموقع عبارة عن صفحة هبوط بسيطة، فقط تقوم بالتسجيل فيه، فهو كما تشاهدون موقع مجاني 100%. أيضا يوجد فيه خصائص مدفوعة كل شهر ب6 دولار لمن يريد صفحات احترافية. ستظهر كما تشاهدون هنا البروفايل الخاص بك، وهنا المنتجات التي ستضعها. بعد تسجيل فيه فقط تستطيع تسجيل بالانستغرام أو بالإيميل الخاص بك، شاهد sign up with انستغرام أو بالإيميل. أنا لدي حساب لوز ويت، أضغط على لوجن. بعد دخول الحساب كما تشاهدون لدي هنا لدي رابطين قمت بوضعهما. وأن هذا الرابط استطيع وضع الارتيكل فقط عنوان وأقوم بوضعه. شاهد كيف تظهر. الشيء المهم أو الأساسي أنك يجب عليك وضع صورة خاصة بك في البروفايل. فقط تتوجه إلى السيتينج هنا وتقوم بالتعديل هنا. أين هي؟ هنا، عفوا، هنا ماي أكاونت. هنا هنا تستطيع وضع الإيميل الخاص بك وأي شيء، وهنا البروفايل الخاص بك. فقط لتغيير الصورة يجب عليك الضغط على أبارونس هنا إخواني، بعدها تضغط على بيك إيماج وتضغط مثلا تريد من الفيسبوك، من الانستغرام، من اللينك أو من الديفايس الخاص بك أو الحاسوب. بعدها تضغط هنا مثلا نحن مهتمين بمجال إنقاص الوزن، سأضغط على هذا النظام الكيتو. أضغط على أجري، ننتظر قليلا. جيد، أضغط على السيف ثم أبلود. ستشاهد أن الصورة تم تحميلها وستظهر هنا. جيد، هنا إخواني تستطيع اختيار مثلا هذه الواجهة أو هذه الواجهة، أنت حر في اختيار صفحة الهبوط. مثلا أنا أخذت هذه برو، لا تستطيع اختيارها، يجب عليك الدفع. هنا هذه مجانية، أنا أريد دائما أستعمل هذه الشبيهة بالإنستغرام أو سبراي كما تشاهدون، فأظنها جيدة لأنها واضحة. بعدها أتوجه إلى الأيكون هنا، وهنا تستطيع إضافة أي لينك تريده. أنا لدي رابط هنا بالسيكري سيستم ويكلوز. الآن أين هو مصدر؟ أين سنروج رابط الأفلييت الذي أخذناه من ديجي ستور أو أحد المواقع التي سأتركها لكم؟ فقط تحتاج منك التسجيل والترويج وأخذ الأرباح منها، سواء باي بال أو أي طريقة عمل مثل بايونير، عفوا أي بنك مثل بايونير أو بايسيرا أو أي بنك. هنا إخواني سنعمل على هذا الموقع أو ما يعرف بلينك إن. هنا فقط تضغط هنا، شاهد ترافيك الخرافي يصل إلى مليار وعشرون أو مليار ومئتين مليون إخواني كما تشاهدون، مليار ومئتين مليون، وأيضا ترتيب جيد في أمريكا وأيضا في العالم كما تشاهدون 27 من أكبر المواقع الذي ستحقق منه مبيعات. فقط شرح اليوم
سيكون بسيط، وإن شاء الله في فيديوهات قادمة سأقوم بالتعمق في طريقة التعامل مع لينكد إن كما تشاهدون. طريقة فتح حساب سهلة جدا، هنا فقط تدخل نمبر فون أو الإيميل وهنا الباسورد ثم التسجيل، أو بالضغط على هذا الخيار هنا تستطيع التسجيل بالإيميل مباشرة أو بوضع الإيميل والباسورد والضغط على أجري، ثم تقوم بفتح حساب. أنا لدي حساب هنا إخواني، هذا هو الحساب الخاص بي. عفوا إخواني. المهم، أول نصيحة يجب عليك التعديل على البروفايل الخاص بك. للتعديل على البروفايل الخاص بك تضغط هنا var profile وتقوم بوضع أي شيء، مثلا هنا تقوم بكتابة أي شيء تريده وربط الموقع الخاص بك. هنا تستطيع ربط الموقع أو تعديل الصورة بالضغط على هذا القلم، هنا وضع صورة احترافية، أيضا وضع غلاف جيد مثل الفيسبوك، وهنا تستطيع إضافة المعلومات وأيضا أي شيء تريد إضافته فقط بالضغط على بليس وضع تحميل بي دي اف للبروفايل الخاص بك أو أي شيء إخواني. المهم تستطيع التعديل على البروفايل الذي تريد، أيضا تستطيع متابعة الأعضاء. بعد التعديل على البروفايل الخاص بك ماذا ستفعل؟ هنا نتوجه إلى الترويج. قبل البحث عن المجال أو النيتش الذي نعمل عليه تستطيع وضع صورة، إضافة صورة. وأنا أنصحك دائما، أنت لديك حساب يجب اختصاص مجال معين، مثلا تقوم بالتوجه إلى كانفا والضغط على كتابة لينكد إن بوست كما تشاهدون، وتقوم باختيار إحدى البوستات، تقوم بوضع تلميحات على أنك خبير في مجال الويت لوس. هنا يعني مثلا أنت تريد تهتم بمجال إنقاص الوزن، مثلا تتوجه إلى بيكسل لكي يكون الحساب الخاص بك مهتم بمجال واحد فقط. أخي أيضا يلفت الانتباه، مثلا هنا تقوم بكتابة لوز ويت، مثلا قمنا بكتابة لوز ويت خاص ب في بيكسل، أعجبتني هذه الصورة أضغط على تحميل. الفائدة منها أقوم بتحميلها فقط إخواني وأقوم بوضعها هنا. لماذا؟ لكي لا نقوم بوضع الكثير من الروابط والزائر أو الزبون عندما يأتي إلى البروفايل الخاص بك يجد أنك تقوم بوضع روابط أفيليت فقط، يعني الثقة لا توجد بين الزبون والبائع. تضغط مثلا على أبلود، تقوم بتحميل آخر صورة، مثلا هذه الصورة التي قمت بتحميلها، أضغط على أوبري. هنا كما تشاهدون فقط أضغط على ترميني. هنا أقوم بوضع الهاشتاج مثلا لوز ويت، شاهد قم بوضع هذه العلامة ثم كتابة ويت، أضغط مثلا على بيبليش. هنا لم أضع أي رابط أفيليت فقط لتوثيق الحساب وكي تكون الثقة، شاهد. عندما نقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بي ستجد أنني وضعت أرتيكل جيد لإنقاص الوزن وقمت بالدمج روابط أفيليت كثيرة في الأرتيكل. كيف ذلك؟ في هذا الموقع الذي يصل عدد الزيارات الخاصة به في الشهر 1,200,000 زيارة لديك هذا الخيار ريديجي أن أرتيكل أو كتابة مقالة احترافية فقط في لينكدين. تضغط هنا، شاهد مثل بلوجر يوجد وضع الروابط، تكبير الكتابة، أيضا تستطيع تغيير المنيو مثلا يوم نوفال أرتيكل 100 أرتيكل لتشاهد عدد الأرتيكلات التي وضعتها، مثلا هذا الأرتيكل أضغط على أوبري قمت بكتابته منذ قليل.
نسخ لصق إخواني بدون تعب، فقط الثقة ووضع كل يوم مثلا العامل في هذا الموقع لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق. شاهد الأرتيكل الذي قمت بكتابته احترافي، وقمت بوضع روابط أفيلييت. هناك ما تشاهدون من أين سنأتي بالمقالات، وأيضا مقالات وكأنها إجابات. سنستغل إخواني موقع، لدينا طريقة الاستغلال سواء من جوجل أو من كيورا. كما تشاهدون كيورا مثلا عند الدخول إلى حساب كيورا تقوم بالبحث عن هنا عن الويت لوز، لوز ويت، وأضغط على بحث. هنا في البحث انتبه جيدا إخواني، سنختار أنسور يعني الإجابات. لماذا الإجابات إخواني؟ لأنها إجابات معظمها تكون باحترافية وأيضا عبارة عن مقالات بالتفصيل. شاهد مثلا هذه الإجابة، هذا الشخص كيف أصبح، وفي الأخير ستجد أنه وضع رابط أفيليت. شاهد هنا رابط أفيليت، سنقوم بترجمتها لكي تفهم كيف يقوم بالعمل. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى نصائح فقدان الوزن فإليك إجابتي الأخرى، يوجد تحت من ذلك إجابة سب الشخص لفقدان الوزن عند الضغط هنا أخي. شاهد سنتوجه مباشرة إلى هذه المقالة الخاصة بسبيس، وهنا الكثير من روابط الأفيليت. شاهد 1 2 3 الكثير من أيضا هنا. شاهد وهنا لكي تفهم طريقة عمل هذا الشخص، هنا رابط خارجي، هنا رابط أفيليت. شاهد كما قلت لكم هنا موقع خاص به، وأيضا فيديو وكرييت أكاونت يعني الاشتراك، وبالتالي سيقوم بالربح من الكثير من الأشخاص. يقدم دروس للبيع خاصة بإنقاص للوزن، يعني طريقة شغل هذا الشخص فقط من كيورا مقالة بسيطة. ماذا سنفعل إخواني؟ فقط سنقوم بنسخ هذه المقالة أو اختيار مقالة أخرى، مثلا هذه المقالة أضغط على Open New Link. ولكم تشاهدون Read More بس ارتيكل، هنا كليك هير يعني الترويج ايضا. كما تشاهدون اخواني يعني انقاص الوزن، ويقوم بتوجيههم الى وشاهد لكي تتأكد انه هنا 13400 شخص رأى هذا الارتيكل، يعني احتمال الضغط على رابط الأفيليت الخاص به 99%. ماذا أفعل؟ فقط لكي تفهم طريقة الشغل سأقوم بنسخ أول شيء هذه الصورة، بنسخ المقالة كلها. أضغط على كوبي، أتوجه إلى لندن، هنا التايتل، وهنا تستطيع إضافة صورة فيديو أيضا رابط وأيضا إدماج كما تشاهدون. مثلا نحن سنقوم بالضغط على كنترول في، نسخ إجابة الشخص كما هي، تبقى الصورة فقط، سأقوم بتحميلها. بعد تحميل هذه الصورة كما تشاهدون الآن أقوم بإضافتها هنا بالضغط على هذه العلامة ثم الصورة هنا، وأقوم بتحميل أي صورة مثلا بالضغط على هذا الخيار، ثم أقوم بالتوجه إلى الصورة التي قمت بتحميلها، هذه أضغط على أوفرير
جيد، هنا فقط هنا مثلا تصحيح بعض الأخطاء. تستطيع الضغط مثلا على كل كلمة تجدها ويت لوس، تقوم بوضع رابط أفيلييت. كيف ذلك؟ أول شيء نقوم بالتوجه إلى صفحة لوبوت والضغط على Add New Link، نقوم بإضافة رابط الأفيلييت الخاص بنا. مثلا هنا نقوم بوضع The Secret. To lose weight fast. وهنا أقوم بوضع رابط الأفيليت، سأقوم بأخذه من موقع ديجي ستور، نسخ هذا الرابط كوبي كنترول V وأضغط. جيد، كل شيء جيد. هنا سيظهر هنا كما تشاهدون The Secret to Lose Weight. فقط تستطيع كتابة بحرف كبير. جيد، الآن ماذا أفعل؟ أقوم بنسخ الرابط من هنا كوبي لليو، وأتوجه إلى الأرتيكل الذي نقوم بكتابته. مثلا توجد كلمة، أقوم بالضغط على كنترول F وأقوم بكتابة ويت لوز. توجد 5 كلمات مثلا، هنا أضغط على اليو، بيست، ثم أضغط على جيد. شاهد هنا أيضا أضغط عليها مرتين، ثم أضغط على الرابط وأقوم بإلصاقه في الخانة الثانية، ثم ريبوستي، ثم أيضا هنا الضغط على اليو كنترول في. هنا ايضا اقوم باضافة رابط كنترول في. تبقى كلمة واحدة. كنترول في. هنا بعد الانتهاء من دمج الروابط في كلمة مثلا ويت لوس، هنا في الأخير الأكشن إخواني أو التحفيز الزائر على الضغط على الرابط الأفيليت الخاص بك بعد قراءته لهذه المقالة. هنا كليك هير، شاهد كنترول كي، انقر هنا لقراءة إجابته الأكثر شيوعا. مثلا هنا سنقوم مثلا بتغيير، نتوجه إلى جوجل تراديكسيون، مثلا هنا نقوم بكتابة تراديكسيون. فقط تحتاج أدوات مجانية أخي بدون إنفاق ولا سنتيم، فقط الشغل هو الإكثار من المنشورات. لا تأتي وتقوم بوضع منشور واحد وتقول أن الأرباح لا توجد. هنا بعد التوجه إلى تراديكشن، هنا فقط جملة بسيطة كما تشاهدون، انقر هنا لترى السر الحقيقي لقياس الوزن. أضغط على كوبي وأقوم بوضعها هنا كنترول V. هنا فقط مثلا أقوم بالتعليم عليها كاملة. جيد، أيضا أقوم بدمج رابط أفيلييت، هذا هو الرابط الخاص بنا كوبي لليو. أعود هنا أقوم بوضعه كنترول V. جيد، كل شيء جيد. تستطيع إضافة الكثير من المقالات في مقالة واحدة، مثل هذا الشخص قام بوضع الكثير من المقالات وقام ب يعني إخواني يقوم بتوجيه هنا باللاندينج بيج. عند الضغط هنا تذهب إلى هذه الصفحة الخاصة به، وعند قراءة هذه المقالة تجد صفحة أخرى وهكذا، يعني إلى أن يجعل الثقة كبيرة. فقط في بقالة واحدة كما تشاهدون تحصل على 1400
شخص قام بزيارة المقالة، وأيضا قاموا بإعادة الإجابة الخاصة به. يعني تصور عدد المبيعات التي يتحصل عليها فقط من موقع كيورا. نحن سنستهدف ترافيك أكثر من 1 مليار شخص يقوم بالبحث في هذا الموقع. هنا التايتل، مثلا التايتل هنا سنقوم ب ويت لوس ويت اكزرسيس، اقوم بنفس العنوان كنترول بي. هنا تستطيع إضافة صورة خاصة بالمقال، مثلا سأقوم بوضع ماني بيبليكاسيون، مثلا صفحة خاصة بإنقاص الوزن. سأقوم بالضغط على التحميل، وهنا أختار هذه الصورة فقط. أنت تحمل أي صورة تريد. شاهد عندما أضفنا الصورة أصبح جيد. هنا تستطيع وضع الصورة في الجانب، في اليسار كما تريد، وهنا أيضا تستطيع إدراج. هنا شاهد أخي، ندرج رابط أيضا في الصورة عند الضغط هنا. أقوم بوضع أيضا رابط صفحة الهبوط الخاصة بنا، بسيطة جدا. كنترول V، أضغط على أنتري. جيد، الصورة جيدة. هنا تستطيع التعديل على الميني كما قلت لكم، وأيضا استخدام أي شيء. مثلا هنا أقوم بإمالة الخط، تكبير الخط أو بولد، وضع خط أسفل الكتابة، وضع علامات، يعني مثل بلوجر إخواني، مقالات احترافية ستقوم بكتابتها. بعد الانتهاء تضغط على بيبليش. وهذه الميزة الخاصة بالمقالات، فهي إخواني جديدة، يجب عليكم استغلالها. مثلا هنا أول شيء سأقوم بوضع رابط أو عنوان المقالة هنا، كنترول V، وفي الأسفل أقوم بوضع الهاشتاج، مثلا لوز أيضا أجوتي هاشتاج. أقوم بإضافة هاشتاج خاص بالكيتو دايت تو، أنت قم بوضع كل الهاشتاجات الخاصة بإنقاص الوزن أو المجال الذي تعمل عليه. وهنا تختار، هنا كما تشاهدون أشتغل باللغة الفرنسية، وأنت قم بالتعديل في البيانات اللغة الإنجليزية، واضغط على Publish. بعدها تم نشر المقالة الخاصة بي، سيظهر الرابط الخاص بي هنا. جيد، كما تشاهدون تم قبول المقالة. أستطيع ترويجها في الفيسبوك، مثلا أقوم بنسخ رابط في الفيسبوك بدون حظر، وأيضا في تويتر، وأيضا في الجروبات. هنا أضغط على Obtainer لليو دو أرتيكل، وتستطيع الضغط على var post. شاهد كيف سيظهر احترافي. عند الضغط هنا على with loss سيتم مباشرة توجه إلى الانكتئال كما تشاهدون باحترافية. يضغط the secret to lose weight، ويتوجه مباشرة إلى رابط أفلييت خاص بنا ب ديجي ستوري. هكذا كل شيء مضمون، أكثر من 1 مليار فقط أكثر المقالات. هنا إخواني تستطيع الضغط هنا var listed، يعني statistic أو الإحصائيات التي تحصلت عليها من قراءة المقالات. في بداية الأمر قم بكتابة المقالات، وأيضا ضع صور في البروفايل الخاص بك مثل الفيسبوك لكي يوثق الحساب الخاص بك. بعدها ستشاهد بعد أسبوع أو أسبوعين فائدة هذا الموقع. فقط تضغط هنا، ستشاهد عدد الأشخاص أو الزائرون الخاص بالأرتيكل الخاص بك. هناك كما تشاهدون الإحصائيات
لدي the article. الآن الشيء المهم في لندن، أضغط على هذه العلامة. بعد الضغط على هذه العلامة مباشرة يظهر لك الواجهة الرسمية. تضغط هنا لتغيير اللغة. يستحسن العمل باللغة الإنجليزية إخواني فقط، language. كما تشاهدون ستظهر لك هذه الواجهة، فقط قم باختيار مثلا English والنزول إلى الأسفل. جيد، كل شيء جيد، ثم تغيير. هكذا إخواني كل شيء أصبح بالإنجليزية. تقوم بالضغط مثلا هنا والبحث على lose weight. تابع جيدا إخواني، لم ننتهي من الشرح. تضغط على بحث، وهنا في قاعدة البحث تستطيع البحث على بوستات، وهذا ما قلت لكم في بداية الأمر. يجب عليك أن توثق البوستات الخاص بك، أيضا بيوبل الأشخاص والكومباني والجوبز، وأيضا الجروبس والسكولز، يعني الكثير من الفئات. نحن مثلا سنقوم باستهداف الجروبات. هنا فقط خطأ في الكتابة GHT. جروبات، شاهد إخواني هذا الجروب فيه 2000، وهنا 140. هنا ستجد إخواني جروبات تصل إلى 2 جروبات صغيرة، يعني إخواني ستجد الكثير الكثير من الجروبات. هنا شاهد عند تغيير فقط خانة البحث ويت لوس، كنا كتبنا لوز ويت، الآن ويت لوس. شاهد جروبات تصل إلى 15000، 4000. تقوم بالضغط عليها والانضمام إليها. بعدها الطريقة التي أنصحك بها، أنت مثلا اخترت منتج في ديجي ستور، تقوم بنسخه وتوجه إلى جوجل إخواني، وتقوم مثلا ميتوكور، منتج خاص بإنقاص الوزن. تضغط على ميتوكور ريفيو وتضغط على أوفري. شاهد هذا إعلان مدفوع، شاهد صفحة الهبوط تشرح المنتج. ماذا تفعل؟ هذا المنتج جارونتي 100%، أيضا إمكانية استعادة الأموال وكل شيء. صفحة الهبوط تشرح هذا المنتج بالتفصيل، كل المعلومات مثلا تجدها في هذه الهبوط البسيطة. وهنا عند الضغط على كليك هير ستوجه مباشرة إلى الأفيليات، أوبن نيو لينك. شاهد هنا ديجي ستور كما تشاهدون هنا، كوبي هنا. شاهد لأريكم فقط أنه رابط أفيليات. هنا كما تشاهدون الشخص يقوم بالترويج لهذا المنتج، قمنا بأخذ الرابط. عند الضغط هنا إخواني شاهد فيديو خاص بديجي ستور. نعود إلى صفحة الهبوط لهذا الشخص، كل المعلومات الخاصة بهذا المنتج أو أي منتج تختاره ستجده في جوجل ريفيو. قم بكتابة جوجل ريفيو. بعدها عند الانضمام إلى هذه المجموعات ريكوست، ستجد الأعضاء هنا إخواني، أعضاء، كثير من الأعضاء يعملون هنا. ماذا تفعل؟ تقوم بالتواصل معهم في خانة البحث، أو مثلا عند البحث على ويت لوز هنا تضغط على بيبل أو بيبل، وتجد أشخاص مهتمين بإنقاص الوزن. هنا مثلا هذا الشخص من برلين، فقط أتواصل معه. كونتاكت، سند، اد نوت. إخواني تستطيع إرسال له هذا المنتج كما هو، كل معلومات لهذا المنتج، وأيضا تقوم بوضع رابط الأفيليات الخاص بك هنا. في الأخير تقوم بوضع رابط الأفيليات الخاص بك، تقوم بنسخ الرابط الخاص بك، وبالتالي ستضمن حصول على كثير من المبيعات ومتتالية. هذا هو درسنا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا دعمنا بالضغط على اللايك لهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.